احتفاء باليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 من نوفمبر من كل عام قام معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة حفل استقبال للتأكيد على أهمية التعايش السلمي وإرساء السلام الذي توليه مملكة البحرين اهتماما بالغا من خلال احترام حقوق الإنسان والحريات الدينية. وألقت الشيخ العنود بنت إبراهيم الخليفة سكرتير أول بالسفارة كلمة سلطت فيها الضوء على الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس إلى مملكة البحرين، والتي تعكس حرص مملكة البحرين على إبراز مبادئ التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل. كما وتطرقت إلى إعلان مملكة البحرين بإطلاق جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي. بدوره أعرب المطران كلاوديو جوجي روتي السفير البابوي لدى المملكة المتحدة عن بلغ شكره لجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه بالنيابة عن دولة الفاتيكان والبابا فرانسيس على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة وعلى تنظيم ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، معربا عن إعجاب البابا فرانسيس بما تقوم به مملكة البحرين من جهود لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي. كما عبر الدكتور أحمد الدبيان مدير المركز الثقافي الإسلامي بالمملكة المتحدة عن اعتزازه بالمثال الذي تقدمه مملكة البحرين في المنطقة، والتي أصبحت به نموذجا يمكن لباقي الدول اتباعه. وتأتي الاحتفالية لتبرز الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين في مجال نشر ثقافة التعايش بين الحضارات والديانات والتي تتميز بها المملكة منذ مئات السنين. لقد تشرفت كثيرا بدعوتكم لي للمشاركة في حفل استقبال اليوم، وأتمنى الازدهار والسلام والصفاء لجميع أبناء البحرين. قام قداسة البابا فرانسيس بزيارة بلدكم تلبية لدعوة جلالة الملك، كما قام قداسة البابا بالمشاركة في الاجتماع متعدد الأديان لتعزيز السلام والتسامح والأخوة بين المؤمنين. أشكركم مرة أخرى بالنيابة عن الكرسي الرسولي على الترحيب الحار الذي لقيه قداسة البابا. يمكنني أن أؤكد لكم أنه تأثر كثيرا باللقاءات التي أجراها مع العائلة المالكة والحكومة وممثلي الأديان في المملكة. It's really a remarkable day that is we celebrate together the International Day of Tolerance. إنه حقا يوم رائع نحتفل فيه باليوم العالمي للتسامح. شكرا جزيلا لمعاليكم وشكرا جزيلا للبحرين على تسليط الضوء دائما على قيمة التسامح وتعزيزها.